البرنامج هذا ممنوع لأعمارهم أقل من 12 سنة. كما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت، يرى في الكاميرا متصدرة في السماء متربعة لابسة خلخالها وبنتها شادين جنبها كل واحدة ديامونتا برقة. شو معناتها؟ يعني تقول زين وعين. حطيتو في المكتوب طبس راسه وكمل الثنية يمشي بين الناس. هاي ميتنهت عينيه تحرق، حس بالقريسة، حس بالبرد بين الزعو، فخيلها غارق وحاير يلوج فيها بالوجوه. الخطوط تجر الخطوة ورا خطوة، والخطوة الأولى أثقل من الثانية، والنسمة باردة عليه وعليها. لحظتها كانت محلها تونس في الخريف، حسها متغيرة ولا متجدة، كل يوم تراها في حلة جديدة فيها تناسق غريب. هو غزر ويرافعها، كانت ساعتها عندها طلة تفهمها كيفاش كان نهارها. الضحكة سبقتها، حكايتها فيهم طعمة غريبة ولا مطعم خاص. في آخر قطرة في البير غزر لها وقال توحشت، نشدها من يدها ونجري، ما نقفش ما نرجعش لتالي حتى لحظة. هو وصل وين واقفة هي، لحظتها كان الحيط عالي. تقول ترى شكون بنيه، واللي بنيه عامل شماتة بينه وبينها، أما مش الحيط كيما الحيوط الكل. هذا اسمه الكبرياء. قاتش كان يكره، قاتش من العشاق كان سبب نهايتهم هو اللي يولي يخطط وحده ويقرر وحده وما يتفرجوا مربعين يديهم. حقا نسي ما قلكمش كيفاش عرفها وين كانت. عرفها عام اللول في الخدمة، هو كان يخدم في وزارة المالية. العام هذاك كان مبروك عليه ياسر، فرحان بالخدمة والشهرية، بدي يتعلم كيفاش يقسم فليساته. هذا للكري وهذا للحويج جدد، ما وضو هذا للدار وهيك للغشيرة. مش الغشيرة هي، الغشيرة أخته اللي تحب يجيبولها. هذا كيفاش تعرف على مرة حياته اللي هي هزها ربي ومشيت ولا مازالت قاعدة.